حياكم الله اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم حكي عراق. تقدرون تشوفون كل حلقاتنا على المواقع اللي تطلع دائما في اسفل الشاشه على السوشيال ميديا انستغرام والفيسبوك واليوتيوب، وايضا تقدرون تتواصلون ويانا على موقعنا الخاص www.صوتالمستقبل.com. ازمه الكهرباء تكلمنا في الاسبوع الماضي حول ازمه الكهرباء الحاصله اللي تتزامن وياها ايضا ارتفاع في درجات الحراره اللي وصلت الاسبوع الماضي الى تقريبا 50 درجة مئوية، وهذا كلش هواية على المواطن العراقي. حتى نتكلم ايش دا يصير في اروقة وزارة الكهرباء ومن دا يستهدف هذه الابراج، ويانا بالاستوديو المهندس الاكاديمي الاستاذ احمد المياح. حياك الله استاذ. اهلا وسهلا ومرحبا. الله يخليك استاذ. يعني موضوع الكهرباء وهي يعني هي دستور على العراقيين، مع كل صيف هي اكو ازمة، وزراء يتغيرون وبرلمان يتغير ورئاسة وزراء تتغير وتبقى الأزمة يعني موجودة، مع استفحال حالات جديدة اللي هي تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية. مسألة الكهرباء حقيقة بالأساس هي تفتقد إلى البنى التحتية الحقيقية. زين. وخاصة بعد يعني حرب الخليج الأولى أصبحت الطاقة الكهربائية يعني متعثرة بشكل كبير جدا. هذا جانب. زين. جانب آخر يخص مسألة الإنتاج. يعني تعرف جنابك الكريم الطاقة الكهربائية عبارة عن ثلاثة ركائز، اللي وهي الإنتاج، زين، النقل، التوزيع. التوزيع عندما لا يكون لديك إنتاج يعني يضاهي الطلب، يعني عندنا احنا مشكلة بين يعني المطلوب على الطاقة وما بين ما هو المنتج. المنتج بحدود 15000 ميجا بالأيام الاعتيادية عندما تكون درجات الحرارة يعني معتدلة والمحطات لا تعمل شت داون، 15000 كمعدل. في حين الطلب الحقيقي على الطاقة الكهرباء هو لا يقل عن 33000 ميجا وات. بارتفاع درجات الحرارة محصلة طبيعية راح ينخفض عندك الإنتاج، بسبب أنه أغلب المحطات هي تعمل بهذا النظام، نظام يعني شت داون، بسبب راح يصير عندك أوفرلود عالي راح تنخفض يعني المحطة تتوقف حتى لا تتلف. زين. هذا إذن هذا أسباب فنية. خوش. أيضا هناك لوبي سياسي بالموضوع أيضا. نقطة مهمة جدا أيضا الفساد المستشري بشكل غير طبيعي في وزارة الكهرباء. أيضا الخبرات والكفاءات الحقيقية لإدارة ملف الطاقة الكهربائية سواء على مستوى المسؤولين أو على مستوى حتى الكوادر بما يتناسب مع المحطات الحديثة التي تعمل فوق أنظمة متقدمة جدا. أنا باعتقادي أيضا هناك تلكؤ، يعني عدم إرسال الكوادر إلى دورات يعني تدريبية متطورة في يعني جامعات أو يعني حتى معامل معايشة. نعم. معايشة. نعم. هذه أسباب، يعني أكو أسباب فنية ولوبي سياسي. نعم. وأيضا أكو يعني فساد واضح. فساد. هسا أنا هدس عليكم 50 مليار دينار انصرفت لوزارة الكهرباء، ما يقدرون يصلحون بها الكهرباء؟ سيدي سوء الإدارة مرتبط أوتوماتيكيا بالفساد. زين. مثال عندما تقوم وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركة معينة لإنتاج يعني تثبيت محطة يفترض أنها تنتج 250 ميجاوات. زين. يعني مكتوب على رأس التوليد 250 ميجاوات. زين. يتم الاتفاق خلف الكواليس بأنها زودونا برأس التوليد أو محطة هي بالأساس تنتج 100 ميجا، أنتم سجلوها علينا 250 وإحنا معكم بالنص. هاي ماشية يعني حقيقة من خلال متابعة من خلال مراقبتي يعني. فهذه أحد أسس وأوجه الفساد. زين. هاي يعني حقيقة أصبح جزء من يعني سياسة يعني وزارة الكهرباء، وباعتقادي يعني الحكومة غير قادرة على يعني الحد من هذه العملية، باعتبارها وحتى الموظف يفترض أنه يكون عنده شعور وطني نبيل ويشعر بالمواطن ويشعر بوجوده كإنسان، أنه لا يعمل بهذه الطريقة. زين. الغير إنسانية. هسا إحنا إذا نرجع عبر التاريخ القريب مو البعيد، يعني نوري مالكي وحيدر العبادي مع حفظ الألقاب وحتى مصطفى الكاظمي، كل اللي مروا كرؤساء وزراء وحتى الوزراء، يعني اعتقد الشهر الثاني قال حنصدر قريبا وقالوا الحلول متاحه. هل كان ماكو حلول؟ هل احنا مشكلتنا صعب تحل؟ لانه نفتقر للبنيه التحتيه لو احنا اكو ناس خارج القطر ما يريدون العراق تتصل بكهرباء. في معرض حديث القوى هناك لوبي سياسي نتحدث بصراحه، يعني هنا لوبي سياسي، حتى اللوبي السياسي له شقين. زين. شق يعمل وفق مافيا المولدات الكهربائيه، هذا لا يسمح. صح. هذا لا يسمح بأن
تكون الطاقة الكهربائية بشكل جيد، لأنه هذا باب من أبواب التمويل إلى يعتبر المولدات المنتشرة في المناطق. مشروع تجاري ناجح. هي لا يعني تأتي من السماء أو تأتي من الفضاء الخارجي. هذه المولدات لها من يستوردها. المولدات لها من يستورد الزيت، يعني زيت الدهن مالتها. أيضا هناك من يستورد الفلاتر والمعدات، يعني مواد احتياطية. ايضا مساله يعني توزيع الطاقه الكهربائيه من خلال المولدات الى المواطنين، ايضا هذه كانتونات ويعني اشخاص محددين مرتبطين بجهات معينه لا تسمح بدخول الطاقه الكهربائيه، كما صار اصبح هناك تجربه اللي هي الخصخصه في مناطق والاغلب الشعبيه، يعني لم يسمح لهذه الشركات بالدخول باعتبار انها جهات سياسيه معينه ترفض هذا الدخول باعتبار سوف ينقطع التمويل عنها، وهذا حقيقة لا يحتاج نقاش بها. هذه مؤامرة على المواطن استاذ، كأنما يعني طبعا مؤامرة من المسؤول على حرق كل من يتصدى للمسؤولية ولا يستطيع ان يجد حلول او لا يمتلك الشجاعة، اي بمعنى انه يعني يتملكه الجبن، عليه ان لا يقف بالمسؤولية ويتنحى ليترك منه اكثر شجاعة، لان هذه المسألة خطيرة جدا. كما تعرف جناب الكريم، اليوم اصبحت الدول او يعني معايير تقدم الدول هو من خلال إنتاج الطاقة الكهربائية طبعاً. وبالتالي أصبح العراق أنا باعتقاده خارج منظمة الدولية باعتباره هو لا ينتج الطاقة الكهربائية، هو لا ينتج الصحة، هو لا ينتج التعليم العالي، هو لا ينتج الروح الوطنية الحقيقية، وبالتالي أصبحت هذه المنظومة متهالكة ومتآكلة حتى أصبحت تؤثر على المواطن كفرد. زين، يعني هسه برأيك من هو المسؤول الأبرز اللي دي يحرق هذه الأبراج ويفجرها؟ هذا أيضا يعني هذا لو بسياسي هذا لو نعم سياسي باعتبار هناك دوائر إرهابية لا تريد بالعراق خيرا واضحة، يعني داعش وأخواتها، ولو إحنا ممكن نذهب على داعش يعني داعش هذا كم واحد باقي يفجر الكهرباء. وهناك أيضا سياسيين مرتبطين بمافيا المولدات تقوم بالتخريب حتى لا ينقطع عنهم التمويل، وهذا واقع حال. زين، يعني استاذ شنو الحلول الحاليه اللي نقدر نسويها حتى المواطن يلمس تغيير؟ يعني بما انه احنا حتى الكهرباء يمنا حتطفر بعد شوي يمكن، يعني كل العراق عليه هاي المشكله، يعني والله العظيم. وشنو الحلول الاستراتيجيه ولو هو في ظل هاي الوجوه الموجوده؟ يعني ما اكو حلول استراتيجيه، اكو حلول منظوره. زين، واكو حلول استراتيجيه. زين، الحلول المنظوره الآن يعني بشكل عاجل نصب محطات لكل المناطق سريعة، يعني خلينا نسميها من 1 ميجا 2 ميجا، يعني هذا اللي هي خلينا نسميها سريعات، وتجهيزها بالوقود المجاني من قبل الحكومة. هذا منظور يعني ما شغلة أسبوع أسبوعين تعبرنا هاي الفترة. أما بالنسبة للحلول الاستراتيجية لا، لازم أولا نتجه للطاقة يعني نظيفة، الطاقة الشمسية، لأن هذه أولا عملية الصيانة بها سهلة ولا تتعرض إلى مشاكل ميكانيكية. هذا جانب. جانب آخر، الاستثمار الدولي يجب أن يكون حاضر بكل المفاصل وعلى كل الاتجاهات، نعمل مع روسيا، نعمل مع الصين، نعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية، نعمل مع شركات كورية. هذه حتى نختلف بالمعايير والميكانيك، حتى إذا تعطل هذه المحطة اللي هي نظامها روسي ممكن أنه نقوم بتشغيل أخرى كان يكون نظامها ألماني، سيمنس ألمانيا، وبالتالي هنا عملية التباين والتباعد والتناسب الميكانيكي يمكن انه يحل المشكله، لان احنا اتفقنا بس على الروس مثلا على سبيل المثال، وعطلت وحده يمكن كلها راح عطلا، صح، وبالتالي يكون الحل صعب. هذه عمليه تنويع، يعني حتى بالمعارك اليوم حتى بالاسلحه عليك ان تقوم بتنويع الاسلحه، ونحن هذه معركه. الطاقه الكهربائيه اصبحت في العراق معركه حقيقيه، صح. يجب ان ينهض البلد مع نهوض الكهرباء. المده اللي نحتاجها لا تقل عن 5 إلى 6 سنوات حتى يبرز عندك تغيير نوعي، مو تغيير يعني نسبي. تغير نسبي تحدث انه نضع في كل منطقه محطه صغيره تمشينا منها للشتاء وبعدين نسحبهن. نتمنى تصير اكو حلول، يعني اني وحتى حلول استراتيجيه اللي تفضلت بها حضرتك استاذ احمد. انا جدا سعيد بحضورك وشكرا لوقتك. انا اشكركم، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، يعني يؤسفنا جدا، يعني الصفحات الرسميه للوزارات يتكلمون عن انجازهم، عيب جدا لما الوزاره تقول احنا بنقدم انجاز وبعدكم مولدات بالشارع ووايرات، ورب الاسره لحد الان يستلم راتبه نص ايجار ونص مولدات، ولازم ابو المولد مرات ينقطع الواير، فالتفاصيل ما صرنا نشوف باقي الدول، ما صرنا نشوفه حتى، انا ما اعرف شلون الشخص يبقى قاعد في مكانه واحنا دنعاني معاناه ماكو حتى بالعصور الوسطى، مولدات، تلوث بيئي واضح،
بدنا ندفع ثمنها الان يعني. وايضا نشوف حتى السماء صار واضح بها التلوث، كهرباء ماكو، اسعار المولدات اليوم الامبير صار ب 20 و25 وكش ما يشغل لك، يعني تعطي 250 الف حتى تشغل لك كم مبرده بالبيت فقط. كارثه جدا. اعتقد لو نكتفي بالسكوت عسى ما نقول راح نصدر وراح نسوي وراح نحسن، لانه احنا فعلا داخلين على معركه يعني ما اعرف شو كنت انتصر من عندها. بالاخير نتمنى بالانتخابات القادمه ما يصدروا لنا شعارات سمعناها كل شيء هواي وبالاخير ما تطبق. اعزائي المشاهدين وصلت وياكم نهايه حلقتنا لهذا اليوم، انتظروني بالحلقات القادمه. في امان الله.